بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن البلت إن فانكشنز الموجودة في اللغة. كتير جدا من الفانكشن اللي استخدمناها على مدار الكورس هي بلت إن فانكشن، يعني ده الكلام ده مش جديد عليه. في درس النمبر لما استخدمنا الإنت والكومبلكس والفلوت دي كلها عبارة عن بلت إن فانكشنز في اللغة. اللي مش بلت إن فانكشن هي اليوزر ديفايند فانكشن اللي أنت بتكتبها بإيدك، وفي درس الفانكشن اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل. أول حاجة معانا هي حاجة ظريفة جدا اسمها أول. قول بتعمل ايه؟ لو انت عندك ليست على سبيل المثال فيها الارقام من 1 لحد 4 وجيت قلت له if all، بص طالب منك ايه؟ iterable، اي عنصر بتعمل له iteration، عناصر الiterable اللي اتكلمنا عليها، list، table، dictionary، اي حاجة من الحاجات دي. فتقول له لو كل العناصر اللي في x عبارة عن true اطبع لي رسالة اسمها هنا all elements is true. هنا معناها ايه يا شباب؟ الاول بتشيك لك على جميع العناصر اللي في الايتيرابل عندك، لو لقيتها كلها ترو هتطبع لك الرسالة دي اهو. لو عنصر واحد بس، وعنصر واحد بس مش ترو، هو بيقول لك all يعني ايه؟ يعني الكل. لو عنصر واحد بس مش ترو هيطلع لك رسالة هنا يقول لك there is at least، انا اللي كاتبها من دماغي دي، there is at least one element is false بالشكل ده. ده معناه ايه؟ يعني لو عنصر واحد بس فولس الشرط ده مش هيتحقق. تعالوا كده نحط عنصر فولس، ليست فاضيه بس، ايه اللي هيحصل؟ قال لك there is at least one element is false، عشان كده الرساله دي زي ما هي كده طلعت لك عشان واحد بس فولس. كله لو فولس عادي اسمها there is at least one element is false، معناه ان ممكن يبقى 2 و3 وممكن يبقى كل الليسته فولس. نفس الكود اللي انتوا شايفينه ده هناخد منه نسخه ونهمشه ونغير all دي لحاجه اسمها any، ونشوف any معناها ايه. any غير all خالص. any بتقول لو في اي عنصر من العناصر موجوده في الليست ترو اكتب لي هنا ان هي ترو. طب المره دي هقول له all element؟ لا، هقول له there is at least، نفس اللي عملناه قبل كده، there is at least one element is true، مش عايز اكتر من كده، ان انا اعرفه ان في على الاقل عنصر واحد ترو. حلو جدا. طيب لو انت بقى ما عندكش ولا عنصر ترو هيعمل لك الالس. الالس بقى ايه؟ there is no any true element. ليه ما فيش any؟ لان انت بتقول له فعلا هنا بتقول له لو الشرط ده ما اتحققش معناها ما فيش ولا عنصر في الليست دي اصلا ترو، فهيطلع لك اللي في الالس. طب واحده واحده بقى هقول له اتفضل، قال لي there is at least one element is true، فعلا في element ده true ده true ده true ده true، ده الوحيد اللي false. طيب لو انا شلت الكلام ده كله حطيت هنا 0 بالشكل ده وحطيت بعديها مثلا 0 تاني وسبت الليسته فاضيه وقلت له اتفضل، كده في اي عنصر true؟ لا، هنا الرساله دي كده مش هتطلع، الشرط ده مش هيتحقق. بتقول له لو في اي عنصر true، اي واحد منهم true، اطلع لي بالرساله دي وقول لي ان في at least one element is true. دلوقتي مفيش، فيقول لك there is no any true element. شايف؟ there is no any true elements. ده بالنسبه يا شباب للميثود الثانيه اللي اسمها any. الميثود الثالثه هي حاجه من الحاجات الظريفه جدا والبسيطه واللي هتحتاجها ان شاء الله لما تتعمق شويه في علوم الكمبيوتر باذن الله. البين يا جماعه اللي هي بترجع لك الباينري، بترجع لك الرقم الباينري اللي هو لغه الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر بيفهمه. لو انا عندي على سبيل المثال رقم 100، رقم 100 ده مفهوم بالنسبه لي، الرقم ده مش مفهوم للكمبيوتر، الرقم ده بحوله الباينري بالشكل ده عشان الكمبيوتر يفهمه، بمعنى اصح بحوله للغه الكمبيوتر. طيب حلو جدا الكلام ده. فاضل لنا اخر حاجه وهي الاي دي. الاي دي حاجه من الحاجات الظريفه والهايفه والسهله، هايفه في تعلمها لكنها طبعا مهمه جدا. لو جيت انا دلوقتي عملت مثلا A بيساوي 1 وB بيساوي 2، كل واحد من العناصر دي يا شباب بيحط الجزء، يعني بيحط العنصر ده زي ما درسنا في دروس الفاريبل اللي هي الداتا دي في مكان في الميموري، والمكان ده بنريفير لي بالفاريبل. مظبوط الكلام ده؟ قلناه قبل كده. مظبوط. خلينا نقول ان كل عنصر من دول ليه مكان في الميموري بنعرفه منه. حلو. ليه اي دي، كل عنصر من العناصر دي ليه اي دي. الاي دي ده هو الادرس او العنوان او البطاقه او السيريال او الجواز السفر او اي حاجه ما بتتكررش عشان تقدر توصلك للعنصر. طيب لو حابب تعرف الاي دي بتاع اي اوبجكت عندك من الاي ديز اللي هي بتتحط في الميموري عشان يادرسوا بيها الحاجات دي، هتيجي تقول له اي دي 1 اللي هو ايه، وهنا اللي بعده على طول الفاريبل اللي بعده بي بالشكل ده. شايفين يا شباب؟
كل واحد فيهم ليه اي دي مختلف، وطبعا من خامس المستحيلات ان الاثنين دول يكرروا او الاي ديين دول يكرروا، لان دي البيانات اللي تتخزن في الميموري بتاع الكمبيوتر. كده اتعرفنا على بعض الميثودز الظريفه في البيلت ان فانكشن. لسه ان شاء الله عندنا شويه حاجات تانية جميله جدا وهتعجبكم. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.